ارحب بضيفي استاذنا الكبير الدكتور رمضان ابو العلا، استاذ هندسه البترول، نائب رئيس جامعه فارس بالاسكندريه. اهلا بحضرتك. اهلا بك. انا أهلاً سعيد بوجودك معايا. ربنا يبارك في معاليك. اهلا بيك يا فندم. وطبعا هبدا مع حضرتك بانك انت تقول لي اهميه ان انا اعمل مؤتمر جنب المعرض. ده مش معرض، ده مؤتمر، في لقاءات وفي جلسات حواريه وفي جلسات نقاش. أنا طبعا بشكر حضرتك، يعني الإعلام المتميز اللي أنا يعني بصفة شخصية بحبه جدا جدا. أشكرك. وسعيد إن أنا ببقى موجود مع حضرتك. أنا هبدأ من حيث حضرتك انتهيت، إنه هذا المؤتمر اقتصادي يحمل رسائل سياسية بامتياز. حضرتك كلمت عن الماء والطاقة. الماء والطاقة أهم عنصرين للأمن القومي لأي بلد في العالم. صحيح. نخش بقى على المؤتمر شوية بعد هذه المقدمة. انعقاد المؤتمر للمرة الخامسة بيعني الاستمرارية. صحيح. وبالتالي أهمية المؤتمر فيما يتعلق بالمهتمين بصناعة البترول والغاز على مستوى العالم كله، والمهتمين أيضا بإيجاد فرص جديدة للطاقة النظيفة والمتجددة. ده بيعكسه إيه؟ بيعكسه المشاركة اللي تمت في المؤتمر من وزراء على مستوى دول العالم، رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية، رؤساء أهم شركات البترول في العالم، كلهم كانوا موجودين. كله كان موجود. ده بيدي أهمية المؤتمر. نيجي بقى للنقطة تاني، النسخة الخامسة تحت شعار زي حضرتك ما ذكرت، شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة. طب النسخة الرابعة كانت تحت شعار إيه؟ شمال إفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات الغد من الطاقة. هنلاقي انه شمال افريقيا والبحر المتوسط قاسم مشترك في هذا المؤتمر وفي شعارات هذا المؤتمر. ده بيعكس اهتمام مصر بموقعها الاقليمي، بيعكس اهتمام مصر بموقعها القاري. وهنقف عند القاري هنا، لانه افريقيا زي ما اشار سيادة الرئيس بتمثل لنا الكثير. الحقيقة الاهتمام الدولي بقى ده بيعكس ثقل مصر السياسي وثقل مصر التاريخي. بجانب، وده مهم جدا، ان مصر حققت اكتشافات مؤثرة على مستوى العالم، ولديها بنية تحتية لا تتوافر في أي دولة أخرى على مستوى الشرق الأوسط. هذه البنية التحتية تستطيع نقل ما يتم اكتشافه في شرق البحر الأبيض المتوسط وتصديره لأوروبا. لذلك كان اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا المؤتمر. نيجي بقى للتركيز على إفريقيا. أيوة. التركيز على افريقيا ده اكده فاتح بيرول الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، ولو في وقت هبقى اشرح لسيادتك. لا قول لي عمل قال ايه الوكالة. قال ايه؟ اولا اعلن عن انضمام مصر كعضو في الوكالة الدولية للطاقة، مشيدا بما حققته من قصص نجاح هو وصفها بانها رائعة، واكد انه يجب على مصر ان تقود القارة الافريقية من خلال استضافتها لقمة المناخ كوب 27 اللي هيعقد في نوفمبر اللي جاي. يعني كل الطرق تؤدي الى شرم الشيخ. ما بالظبط كده، كل الطرق تؤدي الى شرم الشيخ، البيئة كدا. مع المناخ، مع البترول، مع الاكتشافات، مع الغاز، مع كل كويس. وقال ايه؟ قال انه يجب ان تخرج مصر بقرارات تساعد افريقيا فيما تعانيه من احتياجاتها من الطاقه.